وينضم إلينا من واشنطن خالد خيري مراسل غد. خالد، على ما يبدو أن العراقيين في المهجر في الولايات المتحدة ليسوا بمنأى عن ما يدور في بلدهم ومتضامنين مع أشقائهم وإخوانهم في العراق، ما الذي يريدونه من وما هو موقفهم من التدخلات الإيرانية وما هي مطالبهم؟ صحيح سهام، هي وقفة تضامنية مع الشعب العراقي. العراقيون هنا في الولايات المتحدة جاءوا في هذه التظاهرة ولهم مطالب محددة. المطلب الأول من الإدارة الأمريكية للتدخل لوقف ما يسمونه بالعبث الإيراني في الشأن الداخلي العراقي، وثانيا رسالة موجهة للحكومة العراقية بالسماح بحرية التعبير وحرية الرأي. هم أيضا يتهمون إيران بأنها وراء قنص المتظاهرين العراقيين، ويقولون إن إيران دربت كوادر عراقية داخل الأراضي الإيرانية لكي تسيطر على الوضع الداخلي في العراق لتصل الأمور إلى ما هي عليه الآن. المتظاهرون هنا رافضون لكل الإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها في المرحلة السابقة لتهدئة المتظاهرين، ويطالبون هم هنا في الولايات المتحدة العراقيون يطالبون الحكومة العراقية بالامتثال لمطالب المواطنين، والبعض منهم يقول إن هذه الحكومة يجب أن تذهب بالكامل أو أن تجري إصلاحات يعني جوهرية في هذا الإطار. طيب خالد، ما الذي هل نتوقع أي ردود فعل من الإدارة الأمريكية؟ هل نتوقع أي تحرك، خاصة وأن موقف الولايات المتحدة من إيران والتدخلات الإيرانية في المنطقة واضح؟ صحيح، هم هنا يعني قدموا مذكرة أو خطاب رسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالبونه بالتحدث، أن تتحدث هذه الإدارة مع الإدارة العراقية بشأن تنفيذ مطالب المواطنين وتحقيق على الأقل المطالب الرئيسية لهؤلاء المتظاهرين لإنقاذ الموقف من التظاهر. هم يطالبون الإدارة الأمريكية بمناقشة هذه الأمور مع الإدارة العراقية في الوقت الراهن حتى لا تتفاقم الأمور. وما علمناه أنه بالفعل تم تسليم مذكرة للبيت الأبيض في هذا الصدد. نعم، شكرا جزيلا لك خالد خيري مراسل الغد، كنت معنا من واشنطن.